بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اهلا وسهلا بكم في هذه المحاضره الحيه رقم 3 من مقرر اداره الجوده الشامله الفصل الصيفي من العام الدراسي 1439 1440. وكنا توقفنا في المحاضرة الحية رقم 3، كنا توقفنا في المحاضرة الحية رقم 2 أمس في مستوى المحاضرة المرئية المصورة رقم 3، وأمامكم الكوز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 3. ونص السؤال يقول: خصائص المنتج الأساسية مثل وضوح الألوان بالنسبة للصورة أو السرعة بالنسبة للماكينة تعتبر من أبعاد الجودة المتعلقة ب ألف المظهر، باء الأداء، جيم المطابقة، دل جميع ما ذكر. وبدأنا نتحدث عن بدأنا نتحدث عن تعريفات للجودة، وطبعا قلنا أن كل تعريف نحاول أن في كلمة مميزة نربطها باسم صاحب التعريف لكي تسهل لنا الإجابة عن أسئلة. فقلنا مثلا بالنسبة لتعريف جوران الجودة، هي الجودة هي مدى ملائمة المنتج للاستعمال. هنا كلمة الاستعمال تشتري منتج استعمله كما تنتظر فتعتبر هناك جودة. إذا كان لا تستطيع أن تستعمل ذلك المنتج فليس هناك جودة. ثم التعريف الثاني ل كروسبي هو مدى المطابقة مع المتطلبات. فهنا المطابقة هذه كلمة مفتاح بالنسبة للتعريف. فإذا كان المنتج مواصفاته تطابق لما يريد العميل، مثلا أخذت مثال قلم سبورة، فإذا كان الكتابة إذا يكتب بالطريقة التي يطلبها، مثلا أشتري قلم فيكتب بالطريقة التي أطلبها فهناك جودة. إذا كان لا يكتب بالطريقة المطلوبة فليس هناك جودة. ثم تعريف المراقبة الدولية للجودة على أساس أن الجودة هي درجة تلبية مجموعة الخصائص الموروثة في المنتج ومتطلبات العميل. وقلنا هذه الموروثة بترجمة لكلمة إنيرن تكون خصائص متعلقة ومرتبطة بالمنتج. فإذا كان وجدنا خصائص موروثة ومرتبطة بالمنتج معروف هذا تعريف الأيزو. كل ما كانت هذه الخصائص تلبي متطلبات العميل كل ما كان هناك جودة، إذا لا تلبي طلبات العميل ليس هناك جودة. أما تعريف جيمبون يتحدث عنها هنا إذا النشاطات يجب أن تكون جيدة لكي يكون هناك منتج جيد، مثل التسويق والهندسة والصناعة والصيانة. فإذا في التعريفات السابقة ليس هناك الإشارة للنشاطات.
فمثلا لا يمكن يكون منتج جيد اذا الصيانه سيئه، لا يمكن ان التسويق مثلا يكون سيء يعني هناك جوده في المنتج. فاذا هنا يربط جوده المنتج بالنشاطات التي تؤدي الى ذلك المنتج. طبعا اخر تعريف الذي هو لوصفي عقيدي، هنا يعني تحدث على كثير من الاشياء الاضافيه، يعني تحدث على انتاج يعني سلعه او خدمه بمستوى عالي، وتحدث على التميز والوفاء باحتياجات ورغبات العملاء، وايضا انه العميل عنده توقعات ويمكن ان يكون يرضى راضي او سعيد بالطبع او غير راضي. واعطيك مثال، مثلا تشتري قلم تنتظر انه يكتب بطريقه معينه، انت تتوقع انه يكتب، اذا كتبت لكنه ظهر انه لا يكتب فاذا انت غير راضي. ثم يعني اذا كان مثلا هذا القلم يكتب بالطريقه التي تتوقعها، اذا توقعات مثل الواقع الاداء الفعلي للمنتج فانت راضي. اذا استعملت مثلا القلم لاشياء اخرى، يعني حصلت على اشياء اكثر مما تتوقع، مثلا استعملت للدفاع عن النفس، فاذا العميل سعيد. وتحدثنا هذا يعني امس. ثم بعد ذلك في هذه المحاضره المرئيه نتحدث عن يعني ابعاد الجوده، يعني هناك ابعاد نستطيع من خلالها نحكم على هذا المنتج انه يعني جيد ام غير جيد. من بين هذه الابعاد البعد الاول وهو الاداء، يعني الاداء متعلق بالاشياء الخصائص الاساسيه في المنتج، اذا كان موجوده هذه الخصائص يعني الاساسيه في المنتج فنستطيع نقول ان هذا المنتج جيد. يعني مثلا مثل ما انك تشتري تلفزيون، يعني هذا التلفزيون فيه الوان، فيه معناها الصوره وفيه ايضا الصوت، هذه اشياء اساسيه. يعني مثلا اذا كان التلفزيون ليس فيه صوره، يعني شيء اساسي يصبح راديو، او مثلا تشتري تلفزيون يعني ليس فيه صوت، صور فقط، يعني لا ينفع. بينما المظهر هي الاشياء اللي هي ثانويه في المنتج، يعني التي منها يعني مثلا يمكن استعمال المنتج بدونها، ولكن يعني هذه الاشياء الثانويه ربما تحسن من شكل هذا المنتج. بالطبع يعني هنا فيه يعني اشكال بسيط من انا ننتبه اليه، حدث في احد الاختبارات يعني سابقا، يعني هو انه في يوم الاختبار لا نصحح المنهج، يعني في يوم الاختبار يعني مفترض نجيب حسب ما هو المنهج المتفق عليه. يعني في احد الفصول مثلا احد الطلاب يعني فاجأنا مثلا انه احنا اعطينا سؤال في هذا المستوى، مثلا اعطينا تعريف اللي هو المظهر، قلنا مثلا خصائص المنتج الثانويه وتمثل الصفات المضافه الى المنتج كجهاز التحكم عن بعد او الامان في الاستعمال. قلنا هذا التعريف الف للاداء، باء المظهر، جيم مطابقه الاعتماديه. بالطبع حسب ما شفناه الان وحسب ما هو موجود في المحاضره، الاجابه هي المظهر. بالطبع احد الطلاب ربما يعني قد يكون لم يراجع عن المحاضره، يعني يوم الاختبار ظهر له شيء اخر. ما هو شيء اخر؟ يعني مثلا احنا ايش قلنا انه جهاز التحكم عن بعد، يعني مثلا التلفزيون يعني فيه زر، فانت عندك مثلا ريموت جهاز تحكم عن بعد، لكنك تستطيع مثلا انك تفتح التلفزيون بدون جهاز التحكم عن بعد، يعني عن طريق الريموت. فاذا حسب الكتاب وحسب المحاضره جهاز التحكم عن بعد هذا ثانوي، فبالتالي يعني التعريف الاجابه هي المظهر. لكن يعني بعد الاختبار الطالب يعني قال ان يعني الان يوجد في يعني في الاسواق تلفزيونات مثلا ليس فيها زر، يعني وهناك فقط جهاز التحكم عن بعد، فبالتالي التلفزيون بعض اجهزه التلفزيون لا تستطيع تشتغل الا بالريموت، فبالتالي الريموت اساسي
وبناء عليه الإجابة ليست المظهر وإنما الأداء. يعني بالطبع الآن بهذا المنطق وبالتطورات التكنولوجية هذا الكلام صحيح، ولكن نحن نجيب الاختبار حسب ما هو موجود في الكتاب. يعني أجهزة التلفزيون مرت بتطورات كبيرة، احنا أول ما فتحنا عيوننا على التلفزيون كان يعني اللون الأسود والأبيض، بعد ذلك لما ظهرت الألوان اعتبرناها شيء يعني تطور كبير جدا، لما الريموت استغرب كيف أنت جالس وتغير. فالتكنولوجيا تتغير، احنا لا نستطيع مثلا يمكن أن يعني نتفق في المنهج على فكرة معينة، بعد المحاضرة يمكن تأتي تكنولوجيا جديدة، ف يعني في بعض الأحيان نستطيع دائما نغير في المنهج. على كل ما هي مشكلة، يعني إذا كان قبل الاختبار في نقطة معينة نتفق على تغييرها يعني قبل الاختبار، لكن إذا كان لم يعني نتفق على تغيير شيء في المنهج فالرجاء نحاول أننا نلتزم بما هو موجود في المحاضرات المرئية المصورة. واضح الفكرة؟ هل وصلت الفكرة هذه؟ واضح؟ واضح، شكرا. إذا ثالث بعد هو بعد المطابقة. إذا تحدثنا منذ قليل في التعريف على المطابقة، يعني إذا كان المنتج مطابق لما ينتظر العميل فهناك جودة، إذا كان يعني غير مطابق لما ينتظر العميل فليس هناك جودة. أو أيضا مثلا تجد بعض المنتجات على الغلاف فيه مكونات، مثلا هذا المنتج فيه 5 مكونات، يجب لما تفتح الغلاف تجد 5 مكونات، لا تجد 4 أو ولا 6، 4 يعني هناك نقص، يعني ممكن يعني هناك غش. وعلى ايضا ربما مثلا تجد شيء اضافي قد ما تحتاج يعني. ثم رابعا الاعتماديه، هي الاعتماديه هو انك يعني تقدر تعتمد على المنتج، يعني مثلا تشتري جهاز مثلا تليفون مثلا هاتف هو مثلا يعني لمده سنه لا يتعطل، فهذا يمكن تعتمد عليه، يعني فهناك جوده في الاعتماديه. لكن لو تشتري جهاز يعني هذا جهاز هاتف و يعني كل شهر يتعطل، فبالطبع انت لا تستطيع يعني تعتمد عليه، يعني تخيل انت مسافر وربما قد تحدث اشكاليات، فلابد انه يكون عنده جهاز هاتف اللي يمكن يعتمد عليه. فاذا اذا تشتري منتج فلا يتعطل فهناك جودة في الاعتمادية، لكن إذا يتعطل دائما ليس هناك جودة في الاعتمادية. ثم هناك بعض الصلاحية، الصلاحية هذه مرتبطة يعني تعرف هناك أجهزة لها عمر افتراضي، يعني كل جهاز خاصة في المحاسبة يعرفوا أن يعني استعملوا العمر الافتراضي لحساب إهلاك الأجهزة. يعني مثلا هذا الجهاز فترة يعني عمره افتراضي 5 سنوات، يعني إذا كان مر 5 سنوات ولسه هذا الجهاز ما زال يعني يعمل إلى آخره، يعني هناك جودة في الصلاحية ما زال صالح. لكن إذا كان فترة يعني مثلا العمر الافتراضي للمنتج مثلا 5 سنوات، ولكن بعد سنة ينتهي المنتج يصبح مثل ما يقول يعني سكراب مباشرة، يعني يوضع في يعني في الزبالة، فعند ذلك ليس هناك جودة في الصلاحية. ثم هناك بعض الخدمات المقدمة، يعني كل ما كانت الخدمات المقدمة جيدة، مثلا خدمات ما بعد البيع، يعني إذا كان هناك شكوى هناك سرعة في التعامل مع الشكوى، فإذا هناك جودة في الخدمات المقدمة. لكن إذا كان مثلا خدمات ما بعد البيع سيئة، يعني مثلا إذا كان مثلا هناك في فترة الضمان مثلا إشكال لكن ما تجد من يساعدك لكي يعني تأخذ حقك في فترة الضمان، أو مثلا هناك شكوى ولكن تجد من يستقبل تلك الشكوى، من يعني يعطيك حقك من خلال هذه الشكوى، فعند ذلك ليس هناك جودة في الخدمات المقدمة. بعد الاستجابة، بعد الاستجابة يعني أنك لما تجاوب البائع، يعني مثلا تدخل إلى السوق تجد من يستقبلك، من يعني يعطيك معلومات إلى آخره، فهنا هذا هناك جودة في الاستجابة. لكن إذا كان أنت مثلا تدخل إلى أحد الأسواق ولا تجد من يستقبلك، لا تجد من يعطيك معلومات، فعند ذلك ليس هناك جودة في الاستجابة. البعد الثامن هي الجمالية،
جمالية يعني. بالطبع الجمالية خاصة يعني في الأشياء أو يعني المنتجات الغالية يعني. طبعا تشتري شيء بريال، ما هي الجمالية تنتظر من وراه يعني منتج تشتري فيه بريال. لكن يعني مثلا لو عقار معين، مثلا يعني شقة أو مبنى غالي مثلا تدفع ملايين، طبعا عنصر الجمالية مهم جدا يعني. تدخل تلك الشقة اللي اشتريتها بملايين، لم تقبل مثلا لأنه في دهان يعني في على الحائط أو في الأرض، فعنصر الجمالية مهم أن تكون هناك جودة في هذا العنصر. ثم آخر يعني البعد وهو السمعة، يعني بعض المنتجات تجد جيد وممتاز إلى آخره، لكن يصير إشكال في أحد يعني مثلا خدمات أو، فقد يعني العملاء لا يشترون بسبب أن السمعة يعني تضررت، و يعني ليس هناك جودة في هذا الـ يعني البعد. بالطبع تلاحظ أنه أكيد يعني حتى قبل أن تدرس يعني هذا المقرر والعنصر هذا، يعني كل واحد منا لما يذهب ويشتري يعني هناك من يركز على الأداء، هناك من يعني يركز على يعني ممكن يعني على المظهر أو، ف يعني من خلال هذه الأبعاد نستطيع أن نحدد مستوى جودة المنتج. هل واضح الأبعاد؟ أبعاد الجودة مفهومة؟ فتلاحظوا إذا يعني قبل أبعاد تحدثنا على تعريفات الجودة، بعد ذلك أبعاد الجودة، الآن ندخل في آخر محاضرة المرئية رقم 3، تعريفات لإدارة الجودة، تعريفات لإدارة الجودة الإدارة. فأول تعريف في معهد المقاييس البريطاني، فيقول لك يعني الإدارة الجودة هي فلسفة إدارية، هي كلمة فلسفة إدارية غير موجودة في التعريفات الأخرى. فهذه يعني طريقة تفكير الإدارة الجودة الشاملة، يعني أننا يعني لما ندير بمنطق الجودة هذا يشمل كل النشاطات من ندير الجودة الشاملة، و يعني هذا يسعى إلى تحقيق احتياجات وتوقعات الأعمال، توقعات العميل والمجتمع. ايضا يعني هنا فكره انه لما نطبق الجوده لابد ان تكون هناك يعني كفاءه باكثر الطرق، يعني اذا الجوده تمكن من التخلص من الهدر باستعمال الامثل للطاقات. هذا بالنسبه لتعريف معهد المقاييس البريطاني. ثم هناك شون، فشون يقول ان اداره الجوده هي اسلوب جديد للتفكير، او اسلوب جديد غير موجوده في التعريفات الاخرى. لماذا اسلوب جديد؟ لانه يعني القديم هو الاداره التقليديه. ف يعني اداره الجوده هي اسلوب جديد يعني الذي هو يختلف، ويمكن يعني نقول حتى معاكس للاداره التقليديه. ثم لوغوتيتيس يقول ان اداره الجوده الشامله هي ثقافه، موضوع ثقافه لم غير موجود، فكره الثقافه غير موجوده في التعريفات السابقه. ثقافه يعني قيم ومبادئ، يعني أن الجودة تعتمد على قيم يعني ومبادئ إيجابية مثل الالتزام، الإتقان، الإحسان، الانضباط إلى آخره. و يعني من خلال هذا هذه الثقافة يكون يعني هناك التزام كامل لإرضاء العمل العملاء، إرضاء العميل، من خلال هنا يعني التحسين المستمر. طبعا التحسين المستمر هذا موضوع مهم جدا، هذه هندسة الجودة، عندنا فصل كامل سنتحدث عن هندسة الجودة التحسين المستمر. فهذا ايضا موجوده في التعريفات السابقه، وهي مرتبطه بموضوع الابداع. الابداع هنا بعض يعني من عنده فكره بسيطه عن الجوده في بعض الاحيان يقول لك الجوده ليس فيها ابداع، عندكم مثلا اجراءات ويعني الجوده فيها التزام فقط اجراءات. صحيح هذا يسمى ضمان الجوده، سنراه ان شاء الله في المحاضرات القادمه. ولكن ايضا الجوده فيها ايضا تحسين مستمر، تحسين مستمر لان صفه مستمره. نبحث على مشاكل جوده، ثم نعمل مشروع جوده للتخلص من تلك المشاكل، نعطي حلول، ثم ننفذ تلك الحلول ونراقبها، و يعني نعيد هذه الدوره بصفه ان دائما ننظف الشركه يعني من مشاكل الجوده. طبعا عندنا تشخيص وتكتشف مشاكل، مثلا مشاكل اليوم يعني تحاول تجد لها مثلا حلول مثلا لعصرنا الان، لكن يعني مثلا في السنوات القادمه في المستقبل المشاكل المستقبليه تتطلب حلول جديده، فبالتالي حلول جديده تتطلب الابداع، فبالتالي الجوده ايضا
من خلال خاصة هذا موضوع التحسين المستمر، أيضا يعني فيها يعني الإبداع والابتكار، وإلا لن نستطيع أن نحسن بطريقة يعني مستمرة. وكان هذا آخر يعني ما قدمناه في المحاضرة المرئية رقم 3. إذا نرجع إلى الكويز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 3، هنا خصائص المنتج الأساسية مثل وضوح الألوان بالنسبة للصورة أو السرعة بالنسبة للماكينة، تعتبر من أبعاد الجودة المتعلقة ب ألف المظهر ب الأداء ج المطابقة د جميع ما ذكر، وفعل الإجابة الصحيحة هي الأداء. خصائص المنتج الأساسية مثل وضوح الألوان بالنسبة للصورة أو السرعة بالنسبة للماكينة تعتبر من أبعاد الجودة المتعلقة ب الأداء. السؤال الثاني المتعلق ب يعني المحاضرة المرئية رقم 3، عرف فيشنبوم الجودة بأنها ألف ناتج تفاعل خصائص نشاطات التسويق والهندسة والصناعة والصيانة، والذي بدوره يمكن من تلبية حاجات العميل ورغباته. ب إنتاج المنظمة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عالي من الجودة المتميزة، تكون قادرة من خلالها على الوفاء باحتياجات ورغبات عملائها في الشكل الذي يتفق مع توقعاتهم وتحقيق الرضا والسعادة لديهم. ويتم ذلك من خلال مقاييس موضوعة سلفا لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وإيجاد صفة التميز فيهما. ج مدام ملائمة المنتج للاستعمال، فالمعيار الأساسي للحكم على جودة المنتج هو هل المنتج ملائم للاستعمال أم غير ملائم بغض النظر عن وضع وحالة المنتج ده الجميع ما ذكر. فالإجابة الصحيحة هي ألف. فعرف في جمجوم الجودة بأنها إذا ألف ناتج تفاعل خصائص نشاطات التسويق والهندسة والصناعة والصيانة، الذي بدوره يمكن من تلبية حاجات العميل ورغباته. نعم. السؤال الثالث نفس الخيارات السابقة بس لكن السؤال اللي تغير. السؤال الثالث إذا نفس الخيارات، ولكن السؤال هو عرف عمرو وصفي عقيلي الجودة بأنها، هل هي ألف ناتج تفاعل خصائص نشاطات التسويق والهندسة والصناعة والصيانة، والذي بدوره يمكن من تلبية حاجات العميل ورغباته، ب إنتاج المنظمة للسلع أو تقديم خدمة بمستوى عالي من الجودة المتميزة تكون قادرة من خلالها على الوفاء باحتياجات ورغبات وعملائها في الشكل الذي يتفق مع توقعاتهم وتحقيق الرضا والسعادة لديهم. فيتم ذلك من خلال مقاييس موضوع سلفا لإنتاج السلعة وتقديم الخدمة وإيجاد صفة التميز فيهما. مدى ملائمة المنتج للاستعمال، فالمعيار الأساسي للحكم على جيم مدى ملائمة المنتج للاستعمال، فالمعيار الأساسي للحكم على جودة المنتج هو هل المنتج ملائم للاستعمال أم غير ملائم بغض النظر عن وضع وحالة المنتج. الجميع ما ذكر، وفعل الإجابة الصحيحة هي باء. فقد عرف عمرو وصفي عقيلي الجودة بأنها إنتاج منظمة لسلعة وتقديم خدمة بمستوى عالي من الجودة المتميزة، يكون قادرا من خلالها على الوفاء باحتياجات ورغبات عملائه في الشكل الذي يتفق مع توقعاتهم وتحقيق الرضا والسعادة لديه. ويتم ذلك من خلال مقاييس موضوع السلف فني ينتج السلع وتقديم الخدمة وإيجاد صفة التميز فيهما. السؤال الرابع يعني نفس الخيارات لكن السؤال يختلف. عرف جوران وجرينا الجودة بأنها، عرف جوران وجرينا الجودة بأنها ألف ناتج تفاعل خصائص نشاطات التسويق والهندسة والصناعة والصيانة، الذي بدوره يمكن من تلبية حاجات العميل ورغباته. ب إنتاج منظمات لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عالي من الجودة، تكون قادرة من خلاله على الوفاء باحتياجات ورغبات عملائها في الشكل الذي يتفق مع توقعاتهم وتحقيق الرضا والسعادة لديهم. ويتم ذلك من خلال مقاييس موضوعة سلفا لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وإيجاد صفة التميز فيهما. وج مدى ملائمة المنتج للاستعمال، في المعيار الأساسي للحكم على جودة المنتج هو هل المنتج ملائم للاستعمال أم غير ملائم بغض النظر عن وضع حالة المنتج. ده الجميع ما ذكره. فعلا الإجابة صحيح ج
فقد عرف الجرائم المشرين الجودة بأنها ما دام ملائمة للمنتج الاستعمال، فالمعيار الأساسي للحكم على جودة المنتج هو هل المنتج ملائم للاستعمال أم غير ملائم بغض النظر عن الوضع وحالة المنتج. السؤال الخامس والإجابة به صح أم خطأ. الصلاحية هي العمر التشغيلي المتوقع، حيث أن لكل آلة أو منتج عمر تشغيلي محدد بشكل مسبق. هل هذا صحيح أم خطأ؟ صح أم خطأ؟ فعلا هذا صحيح. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 4، وأمامكم إذا الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 4، ونص السؤال يقول: عملية فحص المنتج كانت ترتكز فقط على ألف اكتشاف الأخطاء والقيام بتصحيحها، ب الوقاية من الأخطاء، ج مراقبة الأخطاء، د جميع ما ذكر. إذا في هذه المحاضرة وصلنا قدمنا تعريف رابع للجودة، وهو للدكتور محفوظ أحمد جودة، بالطبع الذي اعتبر أن إدارة الجودة هي ثورة ثقافية على أساس أنها معاكسة للإدارة التقليدية، وتعتمد على يعني فكرة التحسين وعمل الفريق ومشاركة الموظفين في وضع الأهداف واتخاذ القرار. ويقول أن تعريف الجودة متكون من ثلاث كلمات: إدارة وجودة وشاملة. الإدارة التي في مبادئ الإدارة شفناها أنها التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والمراقبة، فإذا لابد أن تكون هناك جودة في التخطيط وجودة في التنظيم وجودة في التوجيه وجودة في الرقابة أو المراقبة. ثم الجودة شفناها منذ قليل وأمس، يعني شفنا بعض الجودة وتعريف الجودة. ثم الشاملة أنها يعني بالطبع تشمل الجميع وفيها مشاركة اندماج الجميع، و ايضا يعني مفترض شاملة تشمل البيئة الداخلية والخارجية. فبعض هذه التعريفات اذا قدمنا ما هي الفوائد التي تجنيها المنظمة من تطبيق ادارة الجودة الشاملة. بالطبع يعني لابد اننا نذكر في هذا المستوى ان الجودة الان اصبحت مشهورة في العالم وتدرس، بسبب ان شركات عالمية نجحت في يعني وحققت اداء وارباح كبيرة جدا بسبب تطبيق الجودة، ولذلك في العالم يعني انتشرت قوانين الجودة، لأن الجميع أصبح يريد أن يحقق أداء مرتفع مثل تلك الشركات العالمية. فمن بين هذه يعني الفوائد مثلا أنه هذه الشركات لما طبقت الجودة كان هناك تحسين وضع التنافس في المنظمة، وأيضا الربحية والأرباح ارتفعت، أيضا علاقات مع الموردين تحسنت، رضا العملاء أيضا ازداد، جودة المنتجات تحسنت، أيضا التكلفة ارتفعت بسبب يعني التخلص من الهدر والأخطاء. أيضا هناك أسواق جديدة فتحت، يعني مثلا تريد مثلا تبيع في أوروبا في أمريكا في بعض الأحيان، يقول لك نعم يعني احنا هذا حتى قلناه سابقا، يعني هو أصلا حتى في يعني العصر الحالي الإنسان البدائي كان يعني يحتاج يعني إلى الجودة وقضية حياة وموت، يعني لما يذهب يصطاد وكل بد أداة الصيد تكون جيدة، فما أدراك الآن يعني فلا تستطيع الحين الشركة مع ما يسمى بالعولمة ومع أسواق انفتحت على بعضها وأصبحت منافسة كبيرة جدا، لا تستطيع البلدان أن يعني تواجه مثلا منتجات أجنبية إذا كان شركاتها لا تطبق الجودة، شركاتها لا تخف يعني لا تتخلص من الأخطاء التي تحدث، بالتالي لا تقلل من تكلفتها، فلا تستطيع حتى إذا لا تطبق الجودة يعني لا تستطيع أن تواجه المنتجات الأجنبية. ولكن الآن مع تطبيق الجودة أصبحت طموحات بتاع الشركات المحلية والوطنية ليس فقط انها تكون في مستوى يعني المنتجات التي تغزو الاسواق هذه من بلدان اجنبيه، بالعكس اصبحت طموحات انهم هم يذهبون الى الاسواق الاخرى يبيعون في الاسواق الاخرى. يعني ف يعني تطبيق الجوده ليس فقط يمكن المحافظه على الاسواق الحاليه، ولكن ايضا يعني يفتح طموحات جديده نحو يعني اكتساح اسواق عالميه جديده. ايضا من فوائد القيام بالأعمال بصورة صحيحة المرة الأولى، هذا يعني مثلا في بعض الكتب تعريف كروسبي عرف الجودة على أن القيام بالأعمال بصورة صحيحة المرة الأولى، يعني الجودة هي معنى في هناك اتجاهين في الجودة، هناك اتجاه في الجودة يقول أنه لابد تصفر من الأخطاء، ولو تعمل خطأ بسيط يعني تكون خرج من الجودة، وهناك اتجاه آخر ما يسمى هذا يعني ستة سيجما، يعني أنه يقول هناك
على مجال الاحتمال يعني، فهمتني؟ يعني انا لو في نسبه بسيطه من الاخطاء والعيوب تحدث، يعني اذا كان ما تخرج من يعني مستوى الاحتمال، فهمتني؟ ف يعني يمكن نعتبر هناك جودة. سنرجع إلى هذا الموضوع مع القيام بالأعمال بصورة صحيحة من المرة الأولى، يعني صفر من الأخطاء. ثم زيادة معدل سرعة الاستجابة للمتغيرات داخل المنظمة، يعني البيئة الخارجية تتغير، لابد أن نغير من الداخل. لما نطبق الجودة يصبح يعني من السهل تحسين التدريب، تحسين التكنولوجيا، تحسين عملية تغيير تنظيم الشركة إلى آخره. ثم أيضا مع تطبيق الجودة التدريب تحسن، الكفاءات تحسنت، تطوير القدرات تحسنت. أيضا تحفيز العاملين مع تطبيق الجودة، أصبح هناك مجهودات كبيرة لتطوير دافعية الموظفين لكي يتحمسون لتطبيق الجودة، وذلك من خلال مثلا مشاركتهم في تحديد الأهداف واتخاذ القرارات المشاركة. ويعني يقول لك ليس أدل على أهمية يعني إدارة الجودة الشاملة من النجاح الذي حققته الشركة اليابانية على حساب الشركات الأمريكية في الثمانينات، وبعد ذلك الشركة الأمريكية حاولت أن تلحق. وربما هناك موضوع في المنتدى، ربما تحدثنا على دومينج الأمريكي المختص في الإحصاء، الذي يعني بعد الحرب العالمية الثانية ذهب إلى اليابان وتم تطبيق يعني أفكاره في اليابان، وكيف أنها تطورت الجودة في اليابان. و بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تلحق، وكيف يعني دومينج سنتحدث عليه بعد قليل، يعني كتب يعني كتاب وفي شروط للخروج من الآن. على كل يعني نمر إلى نشأة وتطور مفهوم إدارة الجودة الشاملة. تحدثنا على إدوارد دومينج، بالطبع هذا إدوارد دومينج له يعني أستاذ اسمه شوارت، لكن يعني دومينج اشتهر أكثر من شوارت. شوارت هذا أيضا مختص في الاحصاء، حاول يعني ايضا يطبق الاحصاء في الجوده، يعني ناخذ عينه عشوائيه من ما تنتجه الشركات من يعني المجتمع ككل، ثم ناخذ هذه العينه نفحصها ونرى هل فيها عيوب ام لا، ونحاول ان نحسن. ولكن دومينج ذهب اليابان واشتهر اكثر من استاذه شوار. ايضا سنتحدث على جوران ومساهمته وكروسبي ومجموعه اخرى من يعني رواد الجوده. لكن قبل ذلك هناك مراحل، أربع مراحل مهمة جدا في تطور إدارة الجودة الشاملة. المرحلة الأولى هي الفحص، ثم هناك مرحلة ثانية ضبط الجودة أو مراقبة الجودة، المرحلة الثالثة تأكيد الجودة أو ضمان الجودة، والمرحلة الرابعة إدارة الجودة الشاملة. يعني أول مرحلة هي مرحلة الفحص التي تحدثنا عنها منذ قليل. قلنا دومينج قال يعني نفحص المنتجات، يعني نأخذ عينة بعد ما ننتج ونخضع يخضع هذه العينة للتفتيش والفحص، ونرى هل هناك عيوب أم لا، ونحاول أننا يعني في المرحلة القادمة أننا يعني نكتشف هذه الأخطاء، نقوم بتصحيحها، وبالتالي يعني نقلل من تلك العيوب. ولكن يعني تم انتقاد هذه المرحلة بصفة كبيرة جدا. لماذا تم انتقاد هذه المرحلة؟ لأنه يعني العيب حدث يعني، وبعد ذلك نحاول أن نصلحها. يعني مثل ما يقال الفأس ضربت في الرأس، الفأس ضربت في الرأس، الفأس ضربت الرأس، يعني قالك هذا ما ينفع، نحن لا نريد علاج، يعني منهج علاجي، صارت المشكلة نعالجها، قالك احنا نريد أن أصلا العيب لا يحدث، نريد وقاية، نريد أحسن من ذلك. فجاءت مرحلة إذا ما يسمى ضبط الجودة أو مراقبة الجودة، هذا ضبط أو مراقبة نفس معنى الترجمة لكنترول. فهذه المرحلة حاولت أنها يعني تمنع وقوع الاخطاء، وبالتالي تمنع حصول العيوب. بالطبع احنا في الجوده نميز بين مثلا الخطا والعيب، العيب موجود في المنتج ولكن الخطا يقوم به الانسان. يعني عندك مثلا انت كمبيوتر يمكن يكون فيه عيب، لكن يعني ولا مثلا عندك طاوله او كرسي يمكن يكون الطاوله فيها عيب، لكن الطاوله لا تخطئ. بينما انسان يخطئ، موظف يخطئ، قد هذا الخطا في الانتاج او في التصميم او في غيره قد يعني يصبح عيب. فبالتالي في مرحله هذه ضبط الجوده او مراقبه الجوده اصبحنا نراقب مثلا ما قبل الانتاج، خلال الانتاج، ما بعد الانتاج، يعني نراقب مثلا مرحله تصميم منتج، بعد ذلك نراقب خلال الانتاج، ايضا ما بعد الانتاج. فاصبحنا نستطيع ان نتلافى وقوع الاخطاء وحصول العيوب. يعني مثلا انت تراقب مثلا مرحله التصميم، اذا اكتشفت ان هناك خطأ في التصميم
إذا تم التخلص من ذلك الخطأ في التصميم لا يعكس على الإنتاج وبالتالي على المنتج النهائي، فبالتالي قمنا بالوقاية لازمة. لو ما راقبنا في مرحلة التصميم كان هذا الخطأ في التصميم ينعكس على الإنتاج وما بعد الإنتاج. إذا هذه المرحلة مكنت يعني من يعني الوقاية من حصول يعني العيوب، وكان هذا آخر شيء قدمناه في المحاضرة يعني يعني المرئية رقم 4. فإذا نرجع إلى الكوز اختبار سريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 4. فإذا عملية فحص المنتج كانت ترتكز فقط على ألف اكتشاف الأخطاء والقيام بتصحيحها، ب الوقاية من الأخطاء، ج مراقبة الأخطاء، د جميع ما ذكر، والإجابة هي ألف. فعملية فحص المنتج كانت ترتكز فقط على إذا ألف اكتشاف الأخطاء والقيام بتصحيحها. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 4. إذا تحسين الوضع التنافسي للمنظمة في السوق ورفع معدلات الربحية تعتبر من ألف الفوائد التي تجنيها المنظمة من تطبيق إدارة جودة الوظائف، ب من الفوائد التي تجنيها المنظمة من تطبيق إدارة السيرورات، ج الفوائد التي تجنيها المنظمة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، د جميع ما ذكر. فالإجابة الصحيحة هي ج، فتحسين الوضع التنافسي للمنظمة في السوق ورفع معدلات الربحية تعتبر إذا من الفوائد التي تجنيها المنظمة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 4. انخفاض تكلفة العمل نتيجة عدم وجود أخطاء وتقليل معدلات التلف تعتبر من ألف الفوائد التي تجنيها المنظمة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ب السلبيات التي تتحملها المنظمة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ج السلبيات التي تتحملها المنظمة من تطبيق إدارة السيرورات، د الجميع ما ذكر. والإجابة هي ألف، فانخفاض تكلفة العمل نتيجة عدم وجود أخطاء وتقليل معدلة التلف إذا تعتبر من ألف الفوائد التي تجنيها المنظمة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة. السؤال الرابع القيام بالعمل بصورة صحيحة من المرة الأولى يعتبر من ألف الفوائد التي تجنيها المنظمة من تطبيق إدارة جودة العمل، ب الفوائد التي تجنيها المنظمة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ج السلبيات التي تتحملها المنظمة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، د الجميع ما ذكر. فعلا الإجابة الصحيحة هي ب، القيام بالأعمال بصورة صحيحة من المرة الأولى إذا يعتبر من الإجابة هي ب الفوائد التي تجنيها المنظمة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة. السؤال الخامس المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 4 والإجابة ب صح أم خطأ. ليس أدل على أهمية إدارة الجودة الشاملة من النجاح الذي حققته الشركة الأمريكية على حساب الشركة اليابانية في الثمانينات من القرن العشرين نتيجة لتطبيقها لمصطلح إدارة الجودة الشاملة، هل هذا صحيح أو خطأ؟ فعلا هذا خطأ، ليس أدل على أهمية إدارة الجودة الشاملة من النجاح الذي حققته الشركات الأمريكية حققته الشركات اليابانية وليس الأمريكية. على خطأ، النجاح الذي حققته الشركات اليابانية على حساب الشركات الأمريكية في الثمانينات من القرن العشرين نتيجة لتطبيقها لمصطلح إدارة الجودة الشاملة. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 5. إذا وأمامكم الكوز المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 5. إذا الاختبار السريع متعلق بمحاضرة مرئية رقم 5، نص السؤال: بدأ مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالظهور في ألف الثمانينات من القرن العشرين، ب من السبعينات في من القرن العشرين، ج الستينات من القرن العشرين، د جميع ما ذكر. إذا في المحاضرة المرئية رقم 5 وصلنا الحديث عن المراحل التي مر بها مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وقلنا أن المرحلة الثانية هي مرحلة ضبط الجودة أو رقابة الجودة. هذه مرحلة تحدثنا عليها منذ قليل تم انتقادها بصفة كبيرة جدا. لماذا تم انتقادها بصفة كبيرة جدا؟ لأن
يعني لم تضمن ان مستوى الجوده يكون دائما هو نفسه. يعني مثلا هناك موظف له خبره كبيره يغادر الشركه لاسباب عديده، قد يكون استقاله، قد يكون مثلا تقاعد، قد يكون مثلا بسبب حادث وفاه، يعني فتجد يعني من يعوضه لا يقوم بذلك العمل في نفس المستوى. فتجد بسبب خروج الموظفين لهم خبره من الشركه فمستوى الجوده يعني ينخفض. فبالطبع الشركات، يعني انت عندك شركه تشتري من عند مورد، لا تستطيع انك تقبل مثلا اليوم المنتج يعني جيد، غدا المنتج غير جيد، لا تقبل ذلك. تريد يعني هناك شيء يضمن ان مستوى الجوده يعني يظل كما هو، شيء يؤكد على ان الجوده تبقى. فلذلك ظهرت المرحله الثالثه وهي مرحله تاكيد الجوده او ضمان الجوده. هذه المرحله تعتمد على فكره انه يجب ان يكون هناك اجراءات في كل يعني نشاطات الشركه وفي جميع المستويات، في المشتريات، الانتاج، التسويق وغيرها. الفكره هو انه لم يكن هناك اجراءات واضحه ومكتوبه، انه مثلا حتى لو الموظف له خبره يغادر الشركه وياتي مكانه مثلا موظف شاب ليس لديه خبره، يقرا تلك الاجراءات ويعني ينفذها بحذافيرها، فيظل يعني الاداء مرتفع ومستوى يعني الجوده يعني ثابت. فبالتالي اصبحت الشركات لا تريد تتعامل الا مع يعني شركات اخرى التي لها ضمان الجوده، التي لها شهاده ضمان الجوده، يعني لها شهادات ان كل ما يحدث يعني في الشركه موثق وله اجراءات. ويعني انت مثلا تريد تشتري من عند مورد، يعني تطلب منه ان يكون هو مثلا شهاده ضمان جوده، شهاده تثبت ان له اجراءات في كل يعني مكان وان مستوى الجوده يعني لا يتغير. ولكن يعني حتى هذه المرحله تم يعني انتقادها بطريقه جديده جدا. لماذا؟ لان يعني يعني الموظفين في هذه المرحله شعروا بالاختناق، الاختناق بكثرة الإجراءات، أصبحت الإجراءات في كل مكان، فقالوا يعني هذه الإجراءات بالعكس يعني تضررنا منها. يعني في السابق لما لم تكن هناك إجراءات في كل مكان، في بعض الأحيان تأتي ظروف جديدة، ف يعني نريد نأخذ قرار جديدة قبل ظهور مرحلة ضمان الجودة، كانت هناك مرونة، نستطيع نأخذ قرارات ويعني نشهد. الآن يعني تتغير البيئة، يعني نريد نأخذ إجراءات، لن نريد ناخذ قرارات بضمان جوده، لابد نرجع الى الاجراءات، نرجع الى الاجراءات نجدها اجراءات قديمه. لكي تنتظر ان يتم تحديد الاجراءات لاتخاذ قرار جديده، هذا ياخذ وقت، ويعني في الوقت اللي يتم تحديد الاجراءات تاتي اشكاليه جديده وتتطلب يعني قرار جديده، فاصبح يعني الموظف يعني لا يستطيع اخذ قرارات بسبب يعني الزاميه يعني الرجوع الى اجراءات. فلذلك ظهرت المرحله الرابعه اللي هي التي هي مرحله اداره الجوده الشامله. صحيح مرحله الجوده الشامله تقول ان الاجراءات مهمه، ولكن فكره الاساسيه من اداره الجوده الشامله هي مبنيه على اساس الكفاءات، وانك يعني توظف رجل مناسب في المكان المناسب. فهذا الموظف لابد مثلا بالطبع يلتزم بالاجراءات، لكن لو ان البيئه تغيرت وتطلب الامر أن يعني ياخذ قرار جديد، بما أنه كف فيأخذ هذا القرار ويتحمل المسؤولية. وأصبحت الإدارة اللي هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة أصبحت مبنية على الأهداف، وليس مثل في ضمان الجودة كانت مبنية على الإجراءات. لما نخطط وننظم وجه في ضمان الجودة على أساس أننا نلتزم بالإجراءات. في مرحلة إدارة الجودة الشاملة أصبح يعني نحدد أهداف بناء على تحليل البيئة والسوق إلى آخره، وهذا أهم. يعني يمكن يعني العمل اصبح لتحقيق الاهداف يعني حتى على حساب الاجراءات، يعني لانه يعني يمكن ان لتحقيق الاهداف تاخذ قرارات ليس وراها اجراءات. فاصبح هذا في منطقه اداره الجوده الشامله ليس مشكله، اهم شيء ان نحقق الاهداف، وبالتالي هذا يتطلب مشاركه الجميع في تحديد الاهداف، مشاركه الجميع في تنفيذها، وايضا يعني اندماج جميع الاطراف في العمليه الاداريه. فكان يعني هذه يعني المرحلة الرابعة في إدارة اللي هي إدارة الجودة الشاملة. ويعني بعد هذه المرحلة كان هناك يعني جدول الذي في مقارنة بين الإدارة التقليدية
وإدارة الجودة الشاملة. بالطبع وقت المحاضرة انتهى إن شاء الله، يعني المحاضرة القادمة نواصل في هذا يعني المستوى. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن شاء الله تكتب أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.